ولنقاش ملف أوضاع الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين في سجن الناصرية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الإعلامي العراقي حسين دلي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف يفسر تصاعد معدلات الوفيات في سجن الحوت بالناصرية خاصة في الشهر الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. أولا أنا المتحدث باسم مرصد أفاد. ثانيا هذه الزيادة تفسرها الإهمال والتواطؤ الحكومي والقضائي الذي يغض النظر عن ما يحدث في سجن الحوت وسجن التاجي من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب منذ فترة طويلة، أكثر من تقرير وتحقيق لمنظمات حقوقية محلية ودولية أشار إلى ما ترتكبه الإدارات في هذين السجنين وخاصة سجن الحوت الناصرية من إساءة معاملة السجناء، ووصلت الحال في الأشهر الأخيرة كما أفادت هذه التقارير الحقوقية التي اعتمدت على شهادات من ذوي الضحايا وذوي السجناء بأن أبنائهم يتعرضون للتعذيب وبعضهم قتل جراء التعذيب أو تعرض لمعاملة سيئة. وهناك إشارات وصلت لنا في الأسابيع الأخيرة عبر اتصالات مع أبناء أو من أبناء السجناء أو آبائهم أو زوجاتهم أنهم قابلوا أبنائهم وهم بصحة جيدة، وبعضهم كان ينتظر أن يطلق سراحه، لكنها هذه العائلات تتفاجأ باتصالات من إدارة السجن تبلغهم باستلام بالقدوم لاستلام جثث أبنائهم. هذه المسألة تكررت في الأشهر الأخيرة الستة الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، وهناك عشرات من هؤلاء السجناء تم قتلهم إذا صح التعبير، بعضهم قيل بأدوية وبعضهم وصلت الجثث وعليها علامات تعذيب، كسور، حروق، انتفاخ، بما يؤشر على أن قتلهم لم يكن إلا طريقة للقضاء عليهم قبل إطلاق سراحهم. هناك طبعا عشرات السجناء أشار لهم المستضعفات في أكثر من حملة حقوقية في الأشهر الثلاثة الماضية، وأشرنا أيضا إلى أن سجن التاجي هناك عملية تجويع ممنهجة، سجن الحوت تتم فيه إعطاء أدوية لبعض السجناء تنتهي بوفاتهم. الملفت للنظر أن شهادات الوفاة لهؤلاء السجناء تسجل على أنها وفاة طبيعية أو فشل كلوي، وقد نجحنا بالوصول إلى أحد المصادر الطبية في الطب العدلي في الناصرية وأكد لنا وصول جثث شبه يومية في الشهر الماضي وارتفاع عدد السجناء الذين توفوا إلى 27 شخص، وهذا أعلى معدل على الأقل مما نعرفه في الإحصاءات التي شهدها سجن الحوت في الناصرية. أستاذ حسين، ما هي السبل الحقوقية للدفاع عن المعتقلين الذين ما يزالوا أحياء في هذه السجون الحكومية، وعلى الأقل الحفاظ على أبسط حقوقهم في الدفاع عنهم وإثبات تهمهم وكذلك الحفاظ على حياتهم؟ طبعا هذا التقرير الذي أصدره مرصد أفاد يؤكد أن الحاجة ملحة لبيانات كثيرة وتدخل منظمات حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه للالتفات إلى وضع السجناء داخل سجن الحوت وما يتعرضون له من إذلال وتعذيب وانتهاك لحقوقهم. وكنا قد دعونا أكثر من مرة وزارة العدل والقضاء العراقي للتدخل بمطالبات بالتحقيق بهذه التقارير التي لم تأتي من فراغ وإنما شهادات موثقة بالصورة والصوت من ذوي هؤلاء السجناء، كما أن الجثث بعضها تم تصويره من قبل ذويهم ونشرت وتظهر هذه العلامات من التعذيب، الحروق، الكسور، بما يشير إلى أنه هناك ربما ظاهرة تبدو أو تقترب من كونها ممنهجة للتخفيف إذا صح التعبير من الاكتظاظ في تلك السجون بقتل هؤلاء السجناء. هذه المسألة ليست
حالات فرديه او تصرفات من قبل بعض الضباط او الجنود، بل تبدو هناك توجيهات لا نعرف الجهه التي تقف وراء هذه الجهه، هي حكوميه او ميليشياويه او جهات نفعيه او ابتزاز لذوي السجناء. مما رصدناه ايضا ان احد المكاتب قرب سجن الناصريه يتولى مقابل رشاوى وابتزاز لعائلات الضحايا باخذ اموال منهم فقط لتسليمهم ورقه يمكنهم العبور بتلك الجثث الى من قبل السيطرات ونقاط التفتيش، وهذا يدعونا مجددا لممارسه الضغط على الحكومه، حكومه مصطفى الكاظمي والقضاء برئاسه فائق زيدان للتدخل مباشره، وهذه الرساله وجهناها اكثر من مره بوقف عمليات التجاهل والتواطؤ على ارواح سجناء وخاصه لمن ثبت انهم سيطلق سراحهم خلال الفتره المقبله. استاذ حسين، في ظل عدم استجابه الجهات الحكوميه لهذه المطالب الحقوقيه، ما مدى امكانيه تدويل القضيه للحفاظ على ارواح المعتقلين او على الاقل ابلاغ ذويهم بانهم يتواجدون في هذا السجن او ذاك؟ بطبيعه الحال هناك ضغوط على ممثله الامم المتحده في العراق بايصال هذه الرسائل، وهناك جهات بالتاكيد اوصلت هذه الرسائل لجنيف لاسخار بضروره التدخل وان تتضمن تقاريرها الدوريه امام مجلس الامن والامين العام للامم المتحده بان تتضمن هذه الاساءات وهذه الانتهاكات لحقوق الانسان، ولكنها للاسف لا تبادر ب الشكل المطلوب، ربما لانها ايضا ضحيه للتوافقات الميليشياويه، وقد راينا كثير من التنازلات التي قامت بها هذه المندوبه الامميه في بغداد امام الميليشيات التي تتحكم بالوضع الميداني على العراق، والكثير من الميليشيات تسيطر على هذه السجون. اما قضيه التدويل فاحنا نعتقد ان الولايات المتحده بصفتها الفاعل الرئيسي مطالبه بان تتدخل في هذا الوضع الحقوقي، لا أن تتدخل فقط في الشأن السياسي والانتخابي بل تمارس ضغطها على الحكومة العراقية، وهناك جهات حقوقية في الولايات المتحدة وطبعا الأمم المتحدة مطالبة بالتأكيد بأن تتولى هذه المسائل وأن تأخذ زمام المبادرة بأن تفعل هذه القضايا. أما على المستوى الأوروبي فلا نعتقد أن هناك يعني دور حقيقي يمكن أن يمارس في العراق في ظل يعني التواطؤ، إذا صح التعبير، التواطؤ الدولي على الواقع الحقوقي والإنساني في العراق. شكرا جزيلا لكم، المتحدث باسم مركز يافاد الحقوقي الأستاذ حسين دلي حدثنا عبر خدمة سكايب من الدوحة.